بالنسبه لدكستيريتي كريستال تير غادي نمشيو لنقطه البدايه، نمشيو مع هذا الاتجاه هادي تنوصلوا لهاد البحيره في هاد النقطه. اذا هنايا غادي تكون الهدف ديالنا هو هاد الجزيره، تما غادي نلقاو دكستيريتي كنوت كريستال تير. هنا غادي نوصلو غادي نلقاو الايتم ديالنا. بالنسبه للميزه ديال ديكستيريتي نوت كريستال تير، الا درناه في الفلاسك نشوفو شحال عندنا في الستات ديال ديكستيريتي. عندي 30. في اللحظه اللي غادي يخدمو فيها الفلاسك غتولي عندنا 40. هذا يعني انه كيزيد 10 ديكستيريتي لمده 3 دقائق. اذا وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه. نتمنى نلقاكم المره الجايه فيديو جديد. مع السلامه.